طبعا الناس كلها منشغلة بمسألة الأسعار وإيه الأسعار اللي هتزيد وإزاي الدولة بتتعامل مع ده. هنناقش ده مع حضراتكم من خلال الفقرة اللي جاية، وبالتأكيد بلدنا زي باقي دول العالم تأثرت اقتصاديا بتداعيات الأزمة الأوكرانية، لكن دايما الحقيقة الحكومة بقت بتحاول إنها تكون سابقة بخطوة علشان تقلل بقدر الإمكان أي ضغوط اقتصادية على المواطن، وده شفناه في التعامل مع أزمة كورونا. ما أعتقدش إن حد فينا نزل راح سوبر ماركت ما لقاش سلعة ما موجودة زي ما كنا بنشوف في دول كتير جدا، وأعتقد كلنا شفنا الصور دي. دلوقتي بقى في تعامل مع أزمة التضخم والغلاء اللي موجودة في العالم كله، ويعني دولة موجودة وحاضرة بقوة في مسألة الغلاء والتضخم وتأثيره على المواطن وإزاي المواطن يتعامل معاه، والدولة تدعم ده علشان يكون التأثير أخف على المواطن المصري. هنتكلم مع حضراتكم بالتفصيل مع ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو الدكتور محمد شادي الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير دكتور. صباح الخير على حضراتكم وعلى السادة المشاهدين. أهلا بك. عايزين نفهم الناس ببساطة ما يحدث في العالم، وهنا النهاردة بنتكلم عن الأزمة الأوكرانية وتأثيره الاقتصادي على الناس، لانه في ناس كتير تقول لك وانا مالي، يعني ليه الاسعار في مصر بتزيد واللي بيحصل ده ما بيحصلش، ما هوش عندنا في البلد بعد الشر لا قدر الله. فندم، هو بدايه كده خالص احنا اتنين من اهم شركائنا التجاريين، الناس اللي بيبعتوا لنا البضاعه او السلع بتاعتنا بيتخانقوا مع بعض. يعني روسيا واوكرانيا دول، روسيا هي الشريك التجاري السادس بتاعنا، واوكرانيا هي الشريك التجاري ال11، اتنين من اهم الشركاء التجاريين. بيصدروا لنا ايه بقى؟ بيصدروا لنا حاجتين من اكتر حاجات احنا بنستوردها اللي هم الغذاء والطاقه. مصر بتستورد كميات ضخمه جدا من الغلال، مصر اكبر مستورد للقمح، واحد من اكبر المستوردين من الذره، واحد من اكبر المستوردين من الزيوت في العالم، وفي نفس الوقت احنا واحد من اكبر المستوردين في المنطقه من مواد الطاقه، يعني بمختلف اشكالها سواء النفط خام او مواد نفطيه، والنفط الخام ده هو الزيت بتاع البترول اللي بيطلع من الارض، والمواد النفطيه دي بعد ما بيحصل له معالجه. فالاثنين الدولتين مهمين جدا في الموضوع ده. روسيا طول السنين اللي فاتت كلها بقالنا 20 سنه هي اكبر بقالنا 10 سنين انا اسف هي اكبر مصدر للطاقه في العالم، مواد الطاقه باختلاف اشكالها، وهي السنه اللي فاتت دي هي المصدر الثالث بعد ازمه كورونا، يعني عشان اللي حصل في السوق الامدادات بتاعتها قلت شويه، فهي المصدر الثالث للطاقه في العالم. احنا بنستورد الطاقه وروسيا الشريك السادس بتاعنا، وهي في نفس الوقت بتاثر بشكل كبير جدا على الطاقه. اوكرانيا هي المصدر الثاني للغلال بعد الولايات المتحده الامريكيه، بيليها روسيا، واحنا بنستورد غلال. فده معناه ان الاثنين شركائنا الاثنين بيصدروا لنا غلال وطاقه، وبالتالي احنا هنستورد منهم في نفس الوقت بقى، اللي كمان مش بس احنا مش عارفين، مش يعني في مشاكل في استيرادهم، لا المعروض كمان من السلع دي قليل، لانه الحرب نفسها بتاثر على هنجمع المحصول ازاي، هنصدر المحصول ازاي. صحيح. وهكذا. فيبقى بالتالي الحرب مش عندي بس، الحرب مع اثنين من اهم الشركاء بتوعي، والاثنين دول بيصدروا اهم المواد في العالم. مش بس كده، خد بال حضرتك، ده بالنسبه لنا بيصدروا لنا غلال وبيصدروا لنا طاقه، لكن الاثنين كمان بيصدروا مواد مهمه جدا زي النحاس، زي الالومنيوم، زي البلاديوم، زي النيكل. النيكل بس امبارح ارتفع سعره ب 1000% امبارح بس بعد العقوبات اللي عملتها الولايات المتحده الامريكيه على روسيا. خد بال حضراتكم ان الموضوع هنا داخل في ايه؟ داخل في انه السلع اللي بيصدرها الدولتين دول مش بس لمصر، للعالم كله، دي كلها سلع اوليه، معظمها سلع اوليه بتيجي على راس المنتج. يعني حضرتك مثلا عشان تعملي الهدوم دي عاوز قطن، تخيلي حضرتك لو القطن غلي، القطن لو غلي ده معناه ان سعر الغزل هيغلى اللي هو الفتل، معناه كمان ان سعر القماش هيغلى، معناه كمان ان سعر البليزر الاخير ده هيغلى، وبالتالي اول سلعه في السلسله خالص اللي بنسميها المدخل الاساسي زادت، اللي هي الشحن كمان. يا فندم انا لسه جاي لحضرتك اهو، ليه ده اول سلعه زادت اللي هي ايه بقى؟ الغلال او المعادن اللي روسيا واوكرانيا بيصدروهم. بس كده لا، ده انا كمان علشان اطلع اقلب القطن ده لفتل محتاج طاقه كهربائيه. الطاقه الكهربائيه دي معظمها يا اما بيجي من النفط يا اما بيجي من الغاز، وروسيا واحده من زي ما قلت لحضرتك كده هي ثالث اكبر مصدر للطاقه في العالم بعد الولايات المتحده الامريكيه والامارات. حلو الكلام كده؟ يبقى ده دي تاني مدخل زايد. مش بس بقى كده، ده الطاقه نفسها هي محرك لسلاسل الامداد كلها، كل النقل في العالم اللي هتتنقل عليه البضائع دي ماشي بطاقه اللي جايه من روسيا برضو، وبالتالي يبقى احنا كده عندنا المنتج نفسه سعره زايد، المدخل بتاعه زايد، العمليات الانتاج اللي بتحصل عليه هتزيد، ونقله هيزيد، وده يؤثر غلاء الاسعار. بس كده، يبقى لازم انا هتاثر بشكل مباشر. خدوا بال حضراتكم ان ده اصلا حاصل قبل، يعني لو ما عندناش اصلا روسيا واوكرانيا في خناقه مع بعض او في حرب مع بعض،
العالم اصلا كنا بنشوف حاجه اسمها الدوره الفائقه او السوبر سايكل، ودي كانت شغاله بعد لما العالم كله كان قافل، العالم كله كان قافل، فالمصانع كلها كانت قافله بعد ازمه كورونا. صحيح. بعد كده رجعنا فتحنا، العالم كله فتح، محتاج بقى يوفر انتاج، محتاج بقى ايه سلع يوفي بقى ايه اكل وشرب وملابس واحذيه، والمصانع كانت قافله، فسلع معروضه قليل. في نفس الوقت الناس كانت واخده حزم تحفيزيه كبيره من العالم كله، الحكومات كانت بتساعد الناس وقت الازمه، فالناس معاها فلوس خارجه تلاقي تطلب سلع مش تلاقيها في السوق، فالسعر ارتفع. يعني احنا كده عندنا ارتفاع فوق ارتفاع عظيم جدا. طيب مدى تاثرنا، انت قلت ان هنتاثر طبعًا. بس مدى تاثرنا قد ايه؟ لا طبعا بصوا حضراتكم، احنا عندنا مستويين من التاثر. التاثر الاول هو اتاحه السلع، هل السلع هتبقى متاحه ولا مش متاحه؟ ده قولا واحدا السلع بجميع اشكالها متاحه، احنا عندنا مخزونات استراتيجيه طويله المدى. يعني انا عاوز اقول لحضراتكم مثلا احنا عندنا المخزون الاستراتيجي من الحبوب يكفينا 4 شهور 5 شهور، واحنا كمان داخل عندنا المحصول بتاع الأمن. وده خلينا اهدى واحنا بنتعامل مع الازمه. ما انا امتى بتوتر يا فندم؟ بتوتر من حاجتين، لو انا السلع مش متاحه عندي او مش معايا فلوس اشتريها. واخدين بال حضراتكم ازاي؟ فهو انا هقول لحضرتك المستويين اهو. المستوى الاول انا عندي اتاحه من السلع الاساسيه لمده 5 شهور كاملين، كمان المحصول بتاعي المحلي هيطلع الشهرين الجايين، وده احنا كل سنه بنحاول يعني ناخد من المزارعين 3.5 مليون مليون طن من القمح. السنه دي احنا نتوقع ازيد لان الحكومه هتعرض اكتر، بالتالي الحكومه بتعرض اكتر والسلع متوفره، ومش هيحصل انك تروح باذن الله يعني تدور على سلعه مش هتلاقيها، وده تعرضنا له في ازمه كورونا، وده يخلي الناس محدش يخزن سلع، لانه اعتقد ده كمان بيعمل تفاقم للازمه، مساله الاصرار على التخزين. بص انا هقول لحضرتك على حاجه بشكل مباشر جدا، الناس يعني في جزء من حضرتك عارفه ان كل فئات المجتمع فيها الكويس وفيها اللي بيحاول يعظم مصلحته، في بعض التجار حاولوا يعملوا كده في ازمه كورونا. اللي بيحصل انه انت مهما تخزن اذا كانت السلع متاحه التخزين انت بتخزنه مش يعني هيضرك انت، لانك انت اشتريت فلوس وقفتها. فبالتالي لو ده حصل تاني الدوله عندها قدره ضخمه جدا على العرض، وده اللي كنت بقول لحضرتك عليه، عرض السلع هيفضل معروض وكل السلع متوفره مفيش اي مشكله. ليه بقى؟ لان زي ما قلت لحضرتك المخزون موجود والاحتياط النقدي بتاعي انا يكفيني 8 شهور، انا عندي 40 مليار دولار يكفوني 8 شهور من وارداتي بالكامل. فبالتالي انا عندي فلوس والسلع موجوده لان عندي مخزون استراتيجي منها. ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل بس ودي المشكله اللي احنا بنتكلم عليها، انه الاسعار هترتفع، وده خارج نطاق قدره الدوله المصريه هتاثر عليه. الاسعار يعني حضرتك احنا مثلا كنا بنتكلم في الموازنه على 65 دولار برميل النفط، احنا النهارده بنتكلم على تجاوزنا ال 130 دولار، وانا جاي لحضرتك النهارده كان بادئ عند 132 دولار. انا متاكد يهبط كمان. ده اول حاجه. تاني حاجه مسألة الموازنة بس عايزين نديها يعني وقت، لكن وانت بتتكلم عن إتاحة السلع في المجمعات الاستهلاكية للدولة بتقوم بيها خلال الفترة اللي فاتت، خلينا نروح نشوف لمياء حمدين مراسل صباح الخير يا مصر موجودة في أحد المجمعات الاستهلاكية، ومدى توافر هذه السلع في هذه المجمعات بأسعار مخفضة، وده ضمن إجراءات الحكومة لدعم استقرار السوق. صباح الخير عليك يا لمي. صباح الخير عليك يا هديل. صباح الخير عليك شاذلي وعلى كل السادة مشاهدي صباح الخير يا مصر في كل مكان. احنا الحقيقة طول الوقت كل فترة بنحاول نتابع أسعار السلع الغذائية، خصوصا ان في أحداث بتحصل حوالينا في العالم كله، وكمان احنا كل سنة وانتم طيبين داخلين على شهر رمضان، عايزين نعرف المخازن عندنا في المجمعات الاستهلاكية واصلة معانا لحد فين، الأسعار أخبارها ايه، ارتفعت ولا ثابتة زي ما هي. كل ده هنعرفه من الأستاذ محمد كمال رئيس مجمع أحمد عرابي هنا في المهندسين. صباح الخير يا فندم. صباح الخير وكل سنة وانتم طيبين والشعب المصري كله بخير. انت عارفه ان في الاول نتكلم على السلع الغذائيه المتوفره في المجمعات الاستهلاكيه وبعدين نتكلم على الاسعار. انت عارفه حضرتك ان وزاره التموين والشركه القابضه والدوله قايمه بمجهود كبير جدا بتوفير السلع الاساسيه في المجمعات الاستهلاكيه عشان يزرع الامان للمواطنين. احنا عندنا في المجمع الاستهلاكي اللي انت واقفه فيه حضرتك دلوقتي مخزون يكفي المواطنين مش اقل من 3 شهور، زائد ان المخازن عندنا في شركه الاهرام مليانه بضاعه في اي وقت احنا عايزين حاجه او من الشركات. برضه في عندنا نقطه حلوه بتسهل لنا الموضوع ده، احنا عندنا نظام الميكنه موجود في اي وقت بنحس ان الصنف قرب خلاص يخلص بنبلغ المخازن بنبلغ الشركه كل الشركات حتى المورده، بتلاقي في خلال نص ساعه او ساعه بالكثير يكون البضاعه موجوده. المواطن ما بيحسش ان في سلعه معينه بدات تقل او تختفي من السوق؟ لا احنا ما بنحسوش بحاجه زي كده، لان هو بيخش في اي وقت يلاقي حاجته كلها، وانت شايف حضرتك الكميات موجوده قد ايه، زائد ان احنا برضو يعني واخدين بالنا من حاجه زي كده عشان الدوله مش عايزه حد يحس بحاجه زي ان في حاجه نقصت الحمد لله. ففي اي وقت بتخش تلاقي بضاعتك كلها سواء من خضار او لحوم او بقاله او صرف مقررات تموينيه زي ما انت شايفه،
كل الحاجات دي متوفره الحمد لله. طيب خلينا نتكلم على انه بنسمع الايام دي انه في بلبله كده في الاسعار الخاصه بالسلع الغذائيه، عايزين نعرف اخبار السلع الغذائيه عندنا هنا في المجمعات اسعارها ايه؟ والله الحمد لله الاسعار ثابته بقى لها فتره طويله، يعني على سبيل المثال السكر عندنا الكيلو ب 10.5 موجود، عندنا رز على التموين الكيلو بتاعه ب 8 جنيه، عندنا رز حر بيبدا من 10.5 موجود، عندنا البان الكيلو بتاعه ب 13 جنيه موجود، جبنه ربع كيلو ب 6 جنيه، نص كيلو ب 11 جنيه موجود، عندنا زيت حر 900 جرام ب 23.5 موجود، الزيت بتاع التموين ب 25 موجود، جميع الاصناف وجميع الاشكال زي ما انت شايفه، وفي اي وقت عندنا لحوم مجمده برازيلي الكيلو بتاعها ب 85، لحوم سوداني طازجه الكيلو بتاعها ب 95، دواجن الكيلو ب 48 رغم ارتفاعها الخارجي جامد قوي دلوقتي، وزايد ان حضرتك مصنعات الدواجن كلها موجوده بكميات كبيره جدا، والخضار المجمد موجود، الزبده موجوده، الجبن السايبه موجوده، زي الخضار والفاكهه زي ما انت شايفه حضرتك العربيه بتنزل كميات قد ايه دلوقتي، واسعار الخضار والفاكهه بالذات تقل عن السوق الخارجي مش اقل من 30%، على سبيل المثال الطماطم حضرتك بتتراوح سعرها من 4 ل 5 جنيه، الخيار بيتراوح سعره من 8 ل 9 جنيه، الفلفل الرومي من 9 ل 10 جنيه، الليمون ب 10 جنيه، الحاجات دي كلها مش موجوده في السوق الخارجي ابدا. في نهاية اللقاء شكرا جزيلا يعني، وعودة ليك شاذلي وعودة ليك هدير، زي ما أستاذ محمد كمال رئيس مجمع الاستهلاكي أو المجمعات الاستهلاكية هنا في المهندسين بالتحديد في أحمد عرابي بيتكلم على أن الأسعار حتى الآن ثابتة، ما فيش أي سلعة غذائية يعني تم انتقاصها أو أن هي مش موجودة في السوق، كل حاجة موجودة، وده كمان يعني بيخلي في صافرة انذار لجشع التجار في المجمعات الأخرى الخاصة أنه الأسعار عندنا ثابتة ومتوفرة، بالإضافة طبعا للمنتجات الخاصة بشهر رمضان. بنشكرك لميا، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى اللقطات الحية دي من داخل المجمعات الاستهلاكية. شكرا ليك يا لميا وشكرا لضيفك الكريم، ونرجع مرة تانية لضيفنا الدكتور محمد شادي، واحنا بنتكلم عن الموازنة قبل ما نروح للميا، هل الموازنة اللي الدولة وضعتها وبدأت من 1/7 قادر ان هي تتعامل وتتعاطى مع الأزمة الأوكرانية؟ احنا ما عندنا احتياطيات كفايه جدا للتعامل مع يعني اللي بيحصل مع المستجدات اللي بتحصل، يعني سواء في الموازنه دي او الموازنه الجديده، اعتقد الموازنه دي فيها حوالي 100 مليار جنيه احتياطيات ممكن يتوجهوا بسهوله جدا لسد سد النقص او العجز يعني اللي عملته الارتفاعات، بس زي ما قلت لحضرتك كده ده هينعكس على الاسعار، الاسعار هترتفع بشكل ده خارج اراده الدوله المصريه، الاسعار هيحصل فيها ارتفاعات وهتتحرك عشان بس نبقى مستعدين وما نتفاجئش. يعني حضرتك تقصد يا دكتور انه امتصاص الازمه في مش مساله دعم اسعار على قد ما هو تواجد الاسعار، تواجد السلع. ما هو بص حضرتك انا احيانا كتير جدا يبقى معايا الفلوس وانا مش عارف استهلك، يعني زي ما حضرتك شفت كده في ازمه كورونا في اولها كان عندنا يعني الدول الشقيقه والصديقه يعني عدد كبير جدا منها حصل عندهم تقاطر على السلع على المجمعات والسلع الاستهلاكيه لدرجه ان هم حطوا تحديد معين لعدد الكميات اللي ممكن تستهلكها، ده ما كانش موجود في مصر، وده بسبب ان مصر اشتغلت استباقيا يعني على تطوير مشروعين مهمين جدا ان هم يعني مش واخدين التغطيه المناسبه. اول حاجه مشروع صوامع القمح، وده زي ما حضرتك عارف كان عندنا نوعين من الصوامع، كانت صوامع مش مغطاه وكانت شون وفي نفس الوقت ما كانتش بتدار الكترونيا حتى صوامع المغطاه منها. الاداره الحاليه يعني جت واشتغلت على تطوير هذه السلع تخليها كلها مميكنه والكترونيه بحيث ان هي اول حاجه تدير المخزون لفتره اطول وتديره بكفاءه، وفي نفس الوقت وسعت وكبرت حجم الصوامع دي فبقينا عندنا قدره ان احنا نستمر لخمس شهور في المخزون بتاعنا. النظره الاستباقيه دي والمشاريع اللي ما كناش بنسمع عنها قبل كده، يمكن الناس العاديه ما بتبقاش فاهمه اهميه المشاريع دي. النهارده حضرتك شايف واحنا يعني الحمد لله طبعا بس بنخرج من ازمه، ندخل في ازمه العالم كله من ازمه كورونا للازمه الاوكرانيه الروسيه، ده بيخلينا كدوله نكون اكثر صمودا امام الازمات دي. بص يا فندم، هو احنا زي ما بيقولوا كده يعني التعب في التدريب بيوفر الدم وقت المعركه. ده يعني كلام مهم جدا. ليه بقى؟ لانه انا وقت ما كنت بعمل برنامج لاصلاح الاقتصاد الناس كلها كانت متضايقه من البرنامج. لو ما كناش عملنا البرنامج كان زماننا دلوقتي واقفين على فكره مش قادرين نصمد لا في مواجهه كورونا ولا في مواجهه الازمه الحاليه. الاقتصاد الهياكل بتاعه الاقتصاد المصري بقت اكثر مرونه عشان تتحمل الصدمات. على فكره انا عاوز اقول لحضرتك ان مش بس كورونا ومش بس الازمه الروسيه الاوكرانيه، ده كان في قبلهم في 2018 و2019 الحرب التجاريه الامريكيه الصينيه، فدي الازمه الثالثه اللي بتتعرض ليها الدوله المصريه. وخد بال حضرتك الازمه الامريكيه الصينيه دي كانت مأثره على مصر بشكل كبير جدا بسبب التجاره، بسبب التجاره والتجاره العالميه يعني، وبسبب المصريين العاملين في الخارج.
احنا دي ثالث صدمه، الاقتصاد المصري واقف وصامد ومفيش مشكله. بس زي ما قلت لحضرتك احيانا كتير جدا بيبقى الوضع اكبر من دوله معينه، اكبر من عاوز اقول لحضراتكم ان الاقتصاد المصري بيمثل 0.5% الناتج المحلي الاجمالي، بيمثل 0.5% من الناتج المحلي الاجمالي العالمي. فاذا كان الدول الكبرى الصراع ما بينهم اللي عندهم الولايات المتحده الامريكيه دي 21% من الناتج المحلي الاجمالي، روسيا 2% من الناتج المحلي الاجمالي، اوكرانيا وهكذا. احنا دلوقتي قدام يعني قدام تأثيرات تطال العالم كله، فأنا هتأثر. الفكرة بقى كلها شكل تأثيري هيبقى إزاي؟ هل أنا مش هلاقي السلع؟ هل أنا هجوع؟ لا هلاقيها، والسلع موجودة ومتوفرة، بس لأن الصدمة أكبر من أي حد في العالم الأسعار هترتفع هترتفع. بس توافر السلع يقلل الزيادة في الأسعار، يعني ما يخليش الزياده مبالغ فيها. لا فندم بص، هو انا زي ما بقول لحضرتك كده توافق السلع هتبقى متوافره جدا، وده احنا جربناه مع كورونا. ما فيش حد في مصر كلها نزل يشتري سلع ما لقاهاش، عكس مثلا زي ما قلت لحضرتك الولايات المتحده الامريكيه مثلا، وول مارت مثلا كان بيحدد مثلا تاخد خمس مثلا قطع من المناديل، خمس قطع وده من السلسله من السلاسل الكبيره جدا في الولايات المتحده الامريكيه، ده اكبر سلسله توزيع في الولايات المتحده الامريكيه كلها، كان بيحدد عدد معين. ما فيش حد عندنا راح اي حته وقال له لا انت ممكن تاخد واحده او اتنين بس. العرض اللي هي دي ممكن تكون سياسه لضبط الناس، لانه مساله التخزين هي اللي بتعمل الازمه. يعني احيانا كتير يكون تدخل السوبر ماركت تلاقيه ما فيش زبادي على الرف، ليه؟ مع انه الزبادي موجود، لانه الناس قررت انها تاخد كل اللي موجود على الرف. وده هنا عايز اسال حضرتك، انا كمواطن عارف انه في دلوقتي ارتفاع اسعار، والدوله بتتحدث عن يعني عوامل كتير ويعني لضبط الاسعار ولضبط الاسواق. طيب الاصلاح لي انا كمواطن، ما انا هصرف زي ما انت بتقول، هوقف فلوسي جوه البضاعه دي، سواء كمان حتى التجار اللي بيستغلوا الازمه ويعملوا ده. وزاره التموين ووزاره الداخليه بيحاولوا انهم يكون في انضباط الاسواق بشكل كبير، وده بيتحقق. لكن انا بقى كواحد رايح اشتري، كنت بشتري مثلا الطلبات بتاعتي ب 500 جنيه، لقيت الاسعار زادت شويه، المفروض اتعامل مع الموضوع ازاي؟ اشتري ايه وما اشتريش ايه؟ انا حاجتين، الحاجه الاولى انه يعني نقلل استهلاكنا للحد اللي احنا عاوزينه، بلاش اهدار الاستهلاك. بلاش اهدار. احنا داخلين زي ما حضراتكم عارفين على رمضان، الاستهلاك بيزيد بشكل كبير جدا. ما نقولش الناس ما تستهلكش، استهلك واعمل اللي انت عاوزه، بس استهلك اللي انت محتاجه. دي اول حاجه، دي على مستوى انا اقلل الاستهلاك بتاعي ده، انا اوفر لنفسي فلوس. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، انا بس اقول لحضرتك انه نفترض ان في حد هيميل يعني لان هو يخزن والكلام ده. حاجتين، الحاجه الاولى انه الاسعار ارتفاعها هينعكس عليك انت، فانك البضائع اللي انت بتخزنها دي لها مده صلاحيه. الازمه مكمله معانا شويه، هتخزن لغايه امتى؟ دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، ده معناه ان انت هتتضرر في المخزون انت تعمله. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، السلع متاحه فعلا، انت مش مضطر تعمل كده، مش مضطر. وكده كده انا بقول لحضرتك كده كده الدنيا موجوده والدنيا متاحه ومفيش اي داعي للقلق. دي ثاني حاجه. ثالث حاجه بقى والاهم، انه وانا بتعرض للازمه، وانا بتعرض للضغوط دي، انا كمان عندي يعني مصارف تانية للإنفاق. مش بس بصرف على الأكل، أنا عندي تعليم، عندي رياضة، عندي. طب أنا كده هقتطع جزء قد إيه من إنفاقي على الأكل علشان أوقف الحاجات التانية؟ فهو إحنا لازم نوازن، الدنيا لازم تستمر في الحياة عادي خالص، مفيش أي داعي للقلق، مفيش أي داعي أصلا للهلع. الدنيا إحنا جربنا، يعني حضرتك إحنا لو مش مجربين كنا ماشي بنتكلم على كده، لكن إحنا جربنا مرة والتانية ودي التالتة، وزيها زي اللي قبليها إن شاء الله، مفيش أي مشاكل يعني. دكتور هنرجع ونكمل مع حضرتك الكلام، لكن خلينا يعني نسمع اكتر عن الجهود اللي بتتم في مساله ضبط الاسواق وضبط الاسعار. معانا على التليفون استاذ محمود عبد الراضي، رئيس قسم الحوادث باليوم السابع. صباح الخير عليك يا فندم، ولو تقول لنا التنسيق اللي بيتم بين الاجهزه الامنيه في القطاعات المختلفه في مساله بقى ضبط محتكري السلع وكمان التجار اللي بيتلاعبوا بالاسعار. طبعا خير يا فندم على حضرتك وعلى كل الساده المشاهدين. يعني منذ يعني ظهور الازمه وبعد الناس تشتكي من ارتفاع الاسعار، بدات الاجهزه الرقابيه في وزاره الداخليه بشن حملات مكبره بالتنسيق مع مديريات الامن المختلفه على مستوى الجمهوريه، ووجهت حملات مكبره. الحملات دي بتستهدف الاشخاص اللي بيتلعبوا بالاسعار، وبتستهدف كمان الاشخاص اللي بيحتكروا السلع. عايز اقول لحضرتك ان اخر حمله تم يعني شنها منذ سويعات يعني قدرت انها تضبط سلع، عايز اقول لك رقم مخيف، 1097 طن احتكرها التجار. هذه السلع معظمها سلع مرتبطه بالدقيق ومنتجات زي المكرونه ومواد غذائيه اخرى. 18 قضيه تم تحريرها لهؤلاء التجار. كمان الاجهزه، معلش يا فندم لو تقول لي السلع اللي بتضبط دي بيحصل فيها ايه؟
يعني السلع دي بيتم مصادرتها، بيتم بتكون تحت تصرف الجهات التحقيق، جهات التحقيق بعد ذلك يعني بتسلمها للجهات المعنيه لتتصرف فيها كيف ما تشاء. غالبا بيتم طرحها في بعض المنافذ بشكل مدعم للمواطنين، وبشكل يعني لسه بقول لحضرتك ان على التوازي الحملات اللي بتقوم بها الاجهزه الرقابيه كمان في تضع الحلول، مش بتواجه كمان المحتكرين والاشخاص اللي بيرفعوا السلع بس، ولكن ايضا بتضع حلول من خلال اقامه بعض المعارض، من خلال منافذ امان التابعه لوزاره الداخليه اللي بتعرض بعض المنتجات الغذائيه للمواطنين بنسب تخفيض بتصل الى 40%، بتوفر كميات كبيره للمنتجات الغذائيه، هذه المنتجات متوفره على مدار ال 24 ساعه، كمان بتحرك بعض السيارات اللي بتجوب القرى والنجوع لعرض هذه المنتجات، خاصه احنا داخلين على رمضان. كمان وزاره الداخليه بتقدم بعض المساعدات العينيه للبسطاء من المواطنين والاسر الاولى بالرعايه في المجان بالكامل، في طار يعني دورها في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين في ظل هذه الظروف الصعبه. كمان وشرطه التموين في وزاره الداخليه بتهيب بالمواطنين ان اي حد يعرف اي تاجر بيحتكر سلع غذائيه بهدف تعطيش السوق ورفع اسعارها انه يبلغ شرطه التموين عن هذه الممارسات الغير مشروعه لسرعه ضبط هذا الشخص واتخاذ الاجراءات اللازمه. طيب هل سواء بيحتكر او مغلي سلع؟ بالفعل يا فندم بيتم مواجهه الاثنين، التلاعب في الاسعار واحتكار السلع الغذائيه. وحضرتك عارف ان بيتم اتخاذ اجراءات صارمه في هذا الامر، وبيتم اتخاذ اجراءات قانونيه قد تصل بهذا التاجر للحبس لمده سنه، وهناك عقوبات غرامات قد تصل الى 1,000,000 جنيه على محتكري هذه السلع الغذائيه، خاصه اذا كانت سلع استراتيجيه، نتكلم عن المكرون، عن الارز، عن الزيت، عن السمنه، عن الدقيق، السلع الاساسيه التي لا غنى عنها. ايوه يا فندم، ابلغ عن التاجر ده ازاي؟ هل في خط ساخن ولا انا بتوجه لاحد اقسام وزاره الداخليه لو انا شفت ان هو بيغلي الاسعار او مثلا مخزن سلع ما؟ الابلاغ بيكون حضرتك عن طريقين، اولا عن الابلاغ مباشره بتوجه الى اقرب قسم شرطه او شرطه تموين في مديريه الامن اللي انا تابع ليها، او عن طريق الدخول على الانترنت على موقع وزاره الداخليه وعلى شرطه التموين من خلال بوابه وزاره الداخليه وتسجيل شكوى، ومن ثم بيتم التحرك الفوري واتخاذ الاجراءات اللازمه حيال هذا الشخص، وده بيكون بالتوازي مع الحملات اللي بتشنها وزاره الداخليه على مدار ال 24 ساعه، يعني زي ما بقول لحضرتك لسه من شويه كان في ضبطيه كبيره، حاليا وانا بتكلم مع حضرتك في حملات مكبره، الحملات لا تهدأ حتى يتم يعني اعاده ضبط الاسعار، حتى يتم استقرار الاسواق كل الكميات الموجوده، كمان بينشدوا الناس بثقافه عدم تخزين المواد الغذائيه، للاسف في بعض الاشخاص يلجؤوا الى ثقافه خاطئه بتخزين هذه المواد بكثره، ومن ثم ده بيضر في الاسعار وبيؤدي الى ارتفاع الاسعار اكثر من ذلك. صحيح. استاذ محمود عبد الراضي رئيس قسم الحوادث باليوم السابع، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا يا فندم. نرجع مره ثانيه للدكتور محمد شادي. دكتور محمد، خلال الفتره اللي فاتت الدوله كانت مركزه في حاجتين بشكل كبير جدا، وهما زياده الرقعة الزراعيه وفي نفس الوقت الاهتمام بالصناعه. ماذا لو لم تفعل الدوله ده خلال الفتره اللي فاتت؟ احنا بنزرع حاجات كتيره وفي اماكن متفرقه كمان، يعني عندنا مشروعات توجه الدوله لزراعه ما يزيد عن 4 مليون فدان عفوا، وفي نفس الوقت عندنا مجمعات صناعيه في اماكن كتير. طيب يا فندم، حاجتين، احنا اصلا يعني الدوله مهتمه بموضوع الرقعه الزراعيه عن طريق حاجتين، اول حاجه منع التعدي على الرقعه الزراعيه، ودي حاجه مهمه جدا، وكان عدد كبير جدا من المواطنين يعني بيقول يعني طب ليه التجديد ده؟ اهو ده دلوقتي وقته. انا بقول لحضرتك بس ان دايما في نهج استباقي، لانه لو انا قادر ازرع كفايه مش هبقى محتاج للعالم، السعر مش هيرتفع عليا ومش هبقى اصلا حاسس بازمه لو انا بطلع انتاجي كله. المشكله بقى ان هو حضرتك بتروح تبني على الارض الزراعيه، فمعنى كان الانتاج هيقل، يبقى انا لازم اول حاجه امنع التعدي على الارض الزراعيه، خاصه ان اي الفدان الواحد بيكلف الدوله 500,000 جنيه عشان يستصلح واحد مكانه، ومش بس كده ال 500,000 جنيه معاهم بقى ان انا هشق ترع، ومعاهم ان انا هعمل طاقه عشان يعني هستهلك طاقه عشان المايه توصل اصلا عكس المايه في الوادي والدلتا، عكس الارض في الوادي والدلتا المايه توصل لها بشكل مباشر.
في نفس الوقت انا بقى عاوز ازود يعني انتاجي من جهه تانية، يعني المساحه المزروعه عشان ازود انتاجي من الغذاء، ومش بس الارض المزروعه على فكره، ده كمان مزارع الاسماك وغيره. عندنا مشروعين ضخمين جدا، 3 مشروعات لمزارع الاسماك سواء في الجليون او في يعني اقليم القناه، او عندنا اللي هي المشروع بتاع الميت سفينه يعني اللي بتشتغل عليه قناه السويس. الترسانه قناه السويس المفروض ان هي بتبني 100 سفينه تصطاد في اعالي البحار عشان توفر الاسماك بشكل كبير جدا، وبالتالي نقلل استيرادنا. خد بال حضرتك ان احنا كل ما نقلل الاستيراد كل ما ده وفر دولارات، كل ما يبقى عندنا قدره اكبر على مواجهه هذه الارتفاعات. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه انه الصناعه بتعمل ايه؟ المفروض ان انا عندي مواد خام بصدرها، عندي مواد معدنيه كتير جدا بصدرها، عندي انواع كتير جدا من المنتجات الغذائيه زي مثلا الفواكه وغيره بصدرها خام. لو انا اقدر اعمل عليها العمليات الصناعيه المبدئيه بالتالي هضيف قيمه واشغل ناس واصدر بسعر اعلى. صحيح. فعلشان كده احنا بنحاول نشتغل في الاثنين، نرفع الدخل بتاع الناس ونضيف عمليات صناعيه اكبر، وفي نفس الوقت نوفر المعروض اكبر من السلع والمنتجات اللي بينتجها محليا. بس كده. فلازم الموضوعين يفضلوا ماشيين مع بعض بشكل مباشر، ولازم المواطنين يتعاونوا. خد بال حضرتك انه يعني الفتره اللي جايه دي عاوزه مواطن منتبه. يعني ايه؟ زي ما يعني كنا زي ما الزميل كان بيتكلم دلوقتي، بقى عندنا نسبه كبيره من الوعي، وطول الوقت يمكن الناس ما كانتش قبل كده بتسمع وبتربط الاقتصاد بالسياسه باللي بيحصل بتاثير ده على حياتهم العاديه. دلوقتي الناس بقى عندها برضو، لانه بقى في شفافيه كمان من الحكومه. فندم، وده لازم يزيد اكتر. خد بال حضرتك ان احنا عندنا في الدنيا كلها، العالم كله، في عندنا حاجه اسمها جمعيات المستهلكين. جمعيات المستهلكين دي بتعمل ايه؟ انا عندي دلوقتي سلعه حاسس ان فيها احتكار او مبالغه في السعر، فورا اتوقف عن استهلاكها. اول ما اتوقف عن استهلاكها التاجر هيضطر، عاوز اقول لحضرتك، من غصب عنه مجبرا ان هو ينزل السعر. صحيح. وده بيحصل في كل حته في العالم. احنا ما عندناش جمعيات المستهلكين دي، والمستهلك عندنا بالعكس يعني المفروض يبقى يعني المصريين واعيين جدا. المفروض احنا نكون احنا بنطور الموضوع ده وسابقينه. انا ما بقدرش الاستغلال، اذا لقيت استغلال معين نعمل حمله يا فندم ونوقف فورا استهلاكها. زي مثلا كان عندنا فتره كده معينه البيض بيغلى بشكل كبير جدا، ما فيش مبرر لغلائه، يعني لا الطاقه ارتفعت، لا الاعلاف ارتفعت، بيغلى لوحده. المشكله ان انا افضل استهلك البيض، لا اوقف اسبوع بيض كده، هيعمل ايه التاجر؟ هيضطر ينزل سعره، لانه يعني مش هياكل البيض كله لوحده ولا البيض هيفسد عنده، فهيضطر ينزل سعره. لما الاقي في حد بيرفع عليا حاجه يبقى انا عندي، ما استناش اصلا الحكومه، ما استناش اصلا الدوله تعمل حاجه. الدوله ده المفروض ان هو طرف محايد بيني وبين التاجر، انا اخد اجراء وقائي بنفسي الاول، اقلل استهلاكه واقطع المنتج واقطع السعر او التاجر اللي بيرفع. ادوار مشتركه ما بين الحكومه فورا يعني انت بترفع بتعود حاجه، مثلا انا كمان عندي مصلحه ان انا ما ادفعش اكتر من المستحق. هي مساله تناول الموضوع والتعامل مع الازمه، لانها ازمه علينا وعلى العالم كله بكل تاكيد. ده صحيح. طول الوقت نبقى بس احنا ايه بنحاول نحقق التوازن، وما نستناش كل حاجه الدوله تعملها، ابقى انا كمان عندي خطوه اعملها، وابقى انا كمان قادر اضغط على اللي بيضغط عليا. صحيح. دكتور محمد شادي الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه، بنشكرك شكرا جزيلا على هذا التحليل الوافي، وبنشكرك على وجودك معانا النهارده في صباح الخير. شكرا لك يا فندم.